بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير ولد عدنان وعلى آله وصحبه الشجعان ومن تبعهم بإحسان على مر الزمان، آمين يا رب العالمين. خوش كبريت بريز، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. دس بيكي هيفير جوش وتعالكين ودس تخو بلنكين وبيجن يا ربي أم دخوزة إيمان اشتدكين، يا ربي أم دخوزة ثبات اشتدكين، يا ربي أم دخوزة أمن وإمناهي اشتدكين، يا ربي أم دخوزة السلامتي وشفاء اشتدكين بو هر برين داركي بو هر نساخكي، يا ربي أم دخوزة اشتدكين درجات برزو بلند بو هر شهيدكي مي بيش ملقى، يا ربي صبر وهداري بدي كسو كاريت وانا، يا ربي درجات وان البحشت بلنترين أصدبت، يا ربي يا ربي وان نعمة تهني تبتني الشيء بسر مداريجي، يا ربي بسر مداريجي، آمين يا رب العالمين. بل بنرين بريزة بركش القلب وبتك قالك مسلمان جي غافل، بل كقالك مسلمان نزانن رامانا في بي في في أخفتني وقت تبيجن أو جيتشيا شروط كلمة لا إله إلا الله أون شروط كلمة التوحيد هند شرط وهندك مرج بيبا قريداينا بيبا لا إله إلا الله، بس مسلمان تبيجن لا إله إلا الله بس رامانوي معنوي كير أن تشمد فيت خوت على وقت أن في بي في بيجين أفبش كي مسلمان جي غافل سر حقته وحطه في قبيه النبينا شمكنة وقت جهلته ده وقت بيغمبر عليه السلام أف دينه إنه تيبان قوازي كري يقولي وأنا بس أف بي في بيجين تقولتنا منا بيجين هند زانين رامانك مظنية ده هاي تقولتنا منا بيجين أجر ما أب أخفتنا قوت سر ما بي حجات إدفتن بي قريبي بكين ادفت ام 306 سنه مو عرضه بدین اتزانین رامانوی چیا اتزانین چن شرط و شروط به بگیری دایه گلک شار زابین تید گهشتن اتزانین لا اله الا الله معنوی چیا کیراتیوی جاورکه ادفت ام بزانین کا چه مرجل گلهنه چه شرط و شروط گلهنه حتی اب لا اله الا الله وقتی ام بیجین دابو خود علب سلمینین چه خودینی نجبلی تا یا ربی دی چه و سلمینین کا سحکینی او لا اله الا الله ام بیجین وان كارو كريرت أمد كين مطابقا بلا إله إلا الله شبينا بد لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد الخالص أو بيفا درست يقبينا خود تعالى الفير ديارت بد وهي من الدين أو يعني لا إله إلا الله منزلته ويتناف دين إسلامتي دا وكتشوى مروفك يعني تمام سر كالواش بيك با أو مروفك درسته تماما بس اف مروفه وقت سر بيبنا بد چرا رمان و معنی بوی مروی نما؟ اف مروی یعنی دمیرت دبیت بس کلواشک. و جلال اله الا الله اتناف دین اسلامتی ده او صنه منزلت اوی قدر و قیمت اوی. لا اله الا الله دسپیک نبت چن طاعت و عبادت تو بکی نهایت قبول کرین. اجبر هندی گله گرین گله ضروریان بزانین معنوی شرط و شروط توی دی چا بجهید دی چا تحقیق کین دی چا خود علاش ما قبول کت. پیغمبر علیه الصلاه و سلام خیر ما قلت أنا والنبيين خير ترين بيف من قوتبت وبري من جيكوه زارهم بيغنبريت هاتين خير ترين بيف أوانا قوتبت لا إله إلا الله أف بيبيه وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير هذا خير ترين بيفه إش خو بيغنبره حمية هاتين دا أف بيبه بجين لخلكي دا رامانويش بو خلكي روحنو ديار بكن إش دورك نو بيكتت أف بيبه لا إله إلا الله إكشوانا هو نفي الألوهية لغير الله هر كسانك بيت رزا خود تعالى تو فيك اللي بكي تو بشكيني تو يحسب بكي طاغوت تو يحسب بكي يعني فرعون طاغي متكبر هر كسانك خوبين تبير رزي بيجت أجك والعياذ بالله خود تعالى خدايكم ادفت براستن بومجي بيتكرين ادفت اسبوش الوي منزلتي بم الويري تو ادفت تو الارضی بدی. حالا بیاره ادبیت چقدر بها و قیمت بنهالی. آیا رکن اولی؟ رکن دوی اثبات الالهی الحق له سبحانه و تعالى. تو تثبیت کی؟ تو یعنی چسبینی؟ تو اصرارت کی؟ تو بیجی خود تعالى تنیا؟ آو تشکری عرض عثمان خود تعالى تنیا؟ الاله الرب آو پرستن و عبادت و طاعت بوی تنی مستحقه؟ جبلیوی مستحیل کسک دینا مستحقه؟ هندك هنا خد إن الرزاء خد تعالى والعياذ بالله خد هنا وياستي
هند خو بلندت كن هند خو متكبرت كن هند خو تينا ريزة طواغيطة بس نخير ادفيت مروف الوانا هشيار بد ادفيت مروف الوانا قلق قلق هشيار بد بزاند بيجيري بهندك آخفتني توانا خودينك اوش بن لا إله إلا الله مروف دركت او لا إله إلا الله تحقيق نبي قلق قرنجا جبر هندي هي سبيل السعادة اف بيبايا يعني دمويكاوي بحشتك بيه دمويكا اف بيبايا جبروي خود تعالى بحشتو آقيري تشيكيري جبروي بيغنبرو يفريكيري جبروي اف دنياي ديناتي جبروي بيبايا لا إله إلا الله وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون جبر هندي دي شو عبادتكن دي بيجن لا إله إلا الله هي أعظم نعمة أنعم الله بها على العباد مصطرين نعمته خوي تعالى دارتي سر عبد تخوا ينزل الملائكة والروح من أمره على من يشاء من عباده أن أنذروا أنه لا إله إلا أنا فاتقون بيجنا عبدت من كو أزب تنما بيشريكو بيها ظالم آل ويري ادفيت طاعة عباد بوم تنبكن هي كلمة الحق لا إله إلا الله كلمة الحق أخوة تعالى القرآن ده بحث كرا إلا من شهد بالحق وهم يعلمون إلا أو تنين بد أو الدرس طيب قد بد لا إله إلا الله أو تنين دي شقة بلكين هي كلمة التقوى أخوة تعالى القرآن ده بحث كرا وألزمهم كلمة التقوى يعني شوانا ده بيجن لا إله إلا الله وسر بردوان بن وسر ثابت بن أو كلمة التقوى دفونا بيدا بد هي القول الثابت أخوة تعالى وقت بيجد يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة وقت الدمائك والدنيا بري وغركن سكرات دا أقل بيجن لا إله إلا الله هذا قول الثابت آفي ثبوت آفي مزقين يا خيري هي الكلمة الطيبة ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة أصلها ثابت وفرعها في السماء أو كلمة الطيبة لا إله إلا الله هي سبب النجاة أو بريكو لا إله إلا الله مروف قرطارد بت بيغمبر عليه الصلاة وقت بيجد من شهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله حرمه الله على النار أي بيجد شهدك يبدد سر بردوان بد ديخوة تعالى ويسر أقري حرام كد هي سبب في دخول الجنة أو أقري السركي بو داخل بنا بحشته وقت بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد أشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله لا يلقى الله بها عبدا غير شاك فيهما إلا دخل الجنة نبشك بد قالك أبرك بيجن لا إله إلا الله بس بشكه قالك بيجن لا إله إلا الله بس هند بيروبوري مكم بينينا ديف في راماني في أخفتني في بيبي عملوا كريار ناكت عملي بي تشتكت بيجد وأزماني بي تشتكت بيجد هزاج جارج احتمال دي بيجد لا إله إلا الله بس ولا وساك ولائي بي معتقدي بي حجي كرناوي بيروبوچوني بي إيمانوي هزرو بيريت وي قالك دير نش لا إله إلا الله مجد فيت أم قالك الشوار بين هي العهد أو سوزو بيمان أو مروف باردار تدخط على لا يملكون الشفاعة إلا من اتخذ عند الرحمن عهدا أون أو بيجن لا إله إلا الله وسر مربن أون سوزو بيمان دين أخوة تعالى هي كلمة الحسنى أو بيبا إشهمو بيروستر فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى يا سبحان الله هي أثقل شيء في الميزان جران ترين تشتا الميزان رجاء قيامته بيغمبر عليه الصلاة والسلام إن الله سيخلص رجلا من أمتي على رؤوس الخلائق يوم القيامة فينشر عليه 99 سجلا على مد بصره بيشت كسانة كتين رجاء قيامته داخير وقناهت وي كيشن ميزاني دا بيشت بس سجلات ويفتكن سحت كني أو قناهت أو كرين نوطو نه سجل أبو فتكن هر سجل لكي صفايحت وي وقت فتكن تمت كو چند شوفي قطرات كت هند قناهت كرين هند الرشا دي چوه فاكن دي چوه حساب لكن دي چوه بيچن دي چوه كن سربي ترازي دا بيشت ينجي خطا على برسيار جد كت بيشتي هل ظلمك عبا ملائكتي هل ظلمك حفظتي بشت أري ما ظلمه غدره وتعدل تكرنا ملائكة من وقت أفس جلوت هني سرتيت نبي صين أري أف جونهت سرتها تنا حسيت كرين أري ما نيت أنا بشت بري والله يا عبدي بري والله يا ربي إد بشتي أي عبدي من أري ما ملائكة من ظلم التكرنا ما غدر التكرنا ما جونهك هاي سرت نبي صابن وتنا كربت بشت نا والله يا ربي من هم جونهت هني تكلين
خذ الشهادة كي يدم يا ربي بيجت تشنم يا عبدي من بيجتنا والله يا ربي بيجت بلي يا عبدي من تشتكي لدف ما هي إن لك علينا بطاقة بطاقك هي بيجت أو تشي يا ربي بيجت لا إله إلا الله بيجت يا ربي مؤبدي تشكت برام برفوان سجلات تهاني أو قنهت من كري نطنه سجل همي رشن همي قنهن همي كبائر همي معاصينا دي شو قرطر يا ربي ما فدي شي كنت ميزان دي يا ربي بيجد فتوضع في أحد كفي الميزان لا إله إلا الله أو بطاقتي الدين أولك ترازي ده بيجد فطاشت السجلات وما فيها أو قنا أو سجلات أو بربارت راش أو كبائر ميخو تعالى دي بلند كت بيجد فلا يثقل مع اسم الله شيء تتشتشت برامبر نوفي خو تعالى شو وزن بها وقدر منه وقت لا إله إلا الله بيتت ميزان دا وقت لا إله إلا الله بصدق وكريار وعمل هر عبدك قوت بيت بكت ميزان دا هر قناها كل آلي دي هبت همي برتو بلابت كت يا سبحان الله آفيا لا إله إلا الله أو عبدت لا إله إلا الله قال خبر بيت أفخلات أخوة تعالى دي قال كت روشا قيمتي دا سحكيني شرط وشروط تويتشنا إجبرتي وقتين بيجن لا إله إلا الله كسر مواجب أن بكين بشتي في قوتنا هني إيكشوانا العلم بمقتضاها مع علم زانين سر في لا إله إلا الله بيت أم باش ضمان أي بزانين إلوهية أخوة تعالى مظن القلم بدين أم باش بكين سري خدا أم جبروت أخوة تعالى ناز بكين عظمت أخوة تعالى ناز بكين عقوبة وسزادان أخوة تعالى ناز بكين رحم ودلوفياني أخوة تعالى ناز بكين چیکریت ای خو تعالی عرض عثمانه چیکری وان چیکری ام سر براوستن ام سر بسکنین هزرو بیر القلب بینو بینن هنگی لا اله الا الله الدفمد قالك بهابت دی قالك بقدر بت دی قالك بقیمت بت دی قالك سر راوستن هر کریارکی ام بکین دی سحکین کا چن مطابق لا اله الا الله ها وصف علم اب علم ما هبت القال لا اله الا الله دو هر کارو کریارکی ام بکین دا تحقيق بت لا إله إلا الله دا خط على شما قبيل كت فاعلم خط على بيجد أنه لا إله إلا الله بزانا بعلم ويقين بزانا بنبي سان دن بزانا بخان دن بزانا بأدلة وبرهان بزانا شنكا دي وتديار بت لا إله إلا الله چند رامانك مظني هي بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد من مات وهو يعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة وهو يعلم وتزانت اتناخي خدا توجدانا خدا زميري خدا هزروبيرت خدا اتزاند خو تعالى چند مازنا رحم دلوفاني وي چند مازنا قدر وقيمة وي چند مازنا بزاند لداخلي بحشتي بد اتفيت ملو وقت ما قلت علم القلها بد بزاند خو تعالى ربا وإلها وذاتا وأسماء وصفاتا معلومات السربان تشتاها بد قال ويرشنيكا لا إله إلا الله دي بدرستاهي بيجت دي بدرستاهي كارج بوكت وقرنجا وقت خوة تعالى دسبيكا آية القرآنش عسماني إنا أخواري وقت بشتى بيغنبري عليه الصلاة والسلام اقرأ نقوتي سورة الفاتحة الحمد لله رب العالمين چه سورة دينين أخواري بس بشتى اقرأ باسم ربك الذي خلق آل فيري ادفيت أول تشتبخيني أي محمد عليه الصلاة والسلام وقت ونشاء أمتا خجبدي بجوانا اقرأ باسم ربك الذي خلق أول علم تورقري علم لا إله إلا الله ورقره أفقرنك اقرأ علم العقيدة اقرأ علم التوحيد اقرأ علم الإيمان اقرأ علم أصول الدين أفيا مقصد إش أول بيف وقت إش عسماني هوتي خاري اقرأ باسم ربك الذي خلق اقرأ علم التوحيد اقرأ علم لا إله إلا الله دا شولو كرياريتا دا مطابق بن دا جزای خوار گیری دا خلات خوار گیری رجا قیمتی شرط دوی اليقین الامر الذي لا يعتريه شك اف يقينك الا گرنگا تو بزانی وقت خطو عاد بشت انما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله ثم لم يرتابوا كيشكن باوردار يا ربي كيشكن ديوان خلات كي رجا قیمتی يا ربي كيشكن ميزان توانيت خيرات دي گران بت يا ربي كيشكن دي پیغمبر عصام شفاعتي بواناكت يا ربي كيش كندي الرحمة دلوفانية تجيقرت الذين ورس ثم لم يرتابوا
بيشك بيجن لا إله إلا الله شك ودو دليل دفوانا نبت أفا قلق قرنقة ما قد قلق مسلمان بيجن لا إله إلا الله بس بشكن أفا محتاج مراجعة أفا قلق خطرة قلق زرورية أم بظانين لا إله إلا الله بوشي أمد بيجن بوشي تخوضاني نجبري خوي تعالى بوشي هنا عندك أفريكا أو هيزو قوات وشيان وجبروت وإمكانيات وكخوت على هنا نخيرنينا بوش وقتنا بد بوش كلمة التوحيد وقت بيجي بوش خالص كريار بوخوت على ناكي بوش عملته خالص نبوخوت على بوش روجيته خالص نبوخوت على بوش نفيجته خالص نبوخوت على بوش صدقة وزكاة بوش نخالص بوخوت على قال قرنجة بشك أفشكيت بترابط كين باردر يا ربي إنما المؤمنون الذين آمنوا بالله ورسوله أو إيمان بخدي بيغمبر جيناتين ثم لم يرتابوا أو باردر أو بيبا لا إله إلا الله تحقيقت كن أو ديشوان إتقابل كن بيغمبر عليه الصلاة والسلام بيجد من قال لا إله إلا الله موقنا بها دخل الجنة يقين بها بد شنكو داخلي بحشتي بد أبو الدرداء خديش راضي بتقولتني جواب جهشتي قلتني أبو الدرداء مالتي صوتي قلت أس قد باورناكم قلت شو باورناكي قلت بيغمبر عليه السلام هالروس حاريا دعاك نشام الدابي قلت تو في دعاي بك أي أبو الدرداء شو الضرر وزيان ومصيبت وبلو نقهنته نقهنته قلت من أو دعاية كرين سحاري من أو دعاية قوتين قلت بجو من يقيني هاي نصد صد صد مليون كخواني من نسوطة وبالفعل جيك سبحان الله قلت شون سحكرني يعني بس أو تشتتكو بي بي بمفا أو أقري بربية وكيدي خواني بوراستيا أفايا يقين سبحان الله أفا بين مدرسة بيغنبري عليه السلام مازن بين وهابين بروردة كرين كلا لو تعلمون علم اليقين لترون الجحيم ثم لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم خوت على حتى بحسي يقين جيكري مراتب درجات أولا علم اليقين تهند علم بوخا بيدا كربت حتى تبقيه درجة يقيني بشتي هنجي عين اليقين شيا أو وقت برسالش بيغمبر تذكرين عليه الصلاة والسلام جبريل بشتي وما هو الإحسان قال أن تعبد الله كأنك تراه عين اليقين أو تهند عبادة بوخا تعالى بكي حتكو تخد تعالى تبيني تبحشت تبيني تجهنم تبيني أفايا يقين وجاءوا كسانت جهشت بدا في مرتبة هاني مزقينيك مصنع إيش دفخوا تعالى خالصي الانقياد يعني وقت مروف دسبيك علمك هبت ويقين جبو تمام بي بشتهنجي أو علم ويقين وليدكت رات كيشت بو بيبا لا إله إلا الله بردوامت كيشت ناهلت برف الشركية ببتشت ناهلت برف نفاقية ببتشت ناهلت بن لا إله إلا الله درباز بت وفدر بت ودير كبت بردوام الانقياد أو بيجيري بو علمي بو يقيني ديكت يعني بردوام دي مراجعة بوخكت أو شولي كرياري كري كا مطابقين قل لا إله إلا الله كا دي خط على من خلاطكت عندي من سيزادت كا أب كارو كريارا إش واجبات ديني مني إسلاماتي آنا أهفا قالك ضروري الانقياد فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرج مما قضيت ويسلموا تسليما أزب خديك ما أي بيغمبر أزب عزت وجلاته خكم خدي أو إيمان نينات أو بي إيمان وقت محكمة خبين دفتا وبحكم ترازي نبن وقت تو حكمي بكتناف بينوان دا وهندك بشك بن هندك بيجن بيغمبر حاشا عليه السلام غدر المكرة ونظلم المكرة فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكمك فيما شجر بينهم فيتو تسليم بي كسانك قوت دو طرف هاتن دف من قوت أريشت نوف بينوان دهابي وجا قوت ود فيت أس حكمي بكم نوف بينوان ده إيكشوانا قوت أس فاري كرم قوت تدي شو حكمي كي كودي سحكمي أقر حكم مطابق بتقل برجوان دي ومن مصلحته من أس دي تسليم بم دي بيجيري بيكم أقر نمطابق بت نقون جاي بتقل برجوان دي ومن مصلحته من أس بيجيري بيناكم أهذا باورداري أهذا سردتونا أهذا مصيبتا أهذا برزبينا أهذا ضلالتا أهذا جاهليتا وقتها فلك بحكمي
خودی و پیغمبر هندک راضی نبن آفا مصیبته آفا برزبینه فلا و ربک لا یؤمنون خود تعالی نفی ایمان شوانه کری و ما کان لمؤمن ولا مؤمنه اذ قضى الله ورسوله امرا ان يكون لهم الخيره من امرهم خودی و پیغمبر وقتی بریاره که حکمه که بکن نو بین دو کسانه دو مروف ده دو طرف ده و ایک راضی نبت و هندک بیشتنا والله هندک اختیاراتی دی بمدینن آفا مصیبته آفا برزبینه خالق دی القبول ومن احسن دینا ممن اسلم وجهه لله وهو محسن پیغمبر علیه الصلاة والسلام بیشت لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به ادفيت توصو نفسه كيكي قال برنامجي اسلامي قال برنامجي في ديني نفسه تجربه نرازيه نبدليويه ادفيت نظري بكت ادفيت توشي قناها بت ادفيت بشت برف حرامي ذا بس ادفيت اف نفسه تكونترول بكي توي ولي بكي ادفيت نفسه ولي بكي بيجي او ادفيت توفي قبيل افي قبيل بكي ادفيت افابو تبت دستور ومرجع افابو تبت حكم افابت انطلاقه آفا سرخو في بلنتكي آفا سرف الرازياتا آفا خير مصلحتاتا وصاني شو نفسه خو بدي خالا بينجي الصدق من قال لا إله إلا الله موقنا بها يصدق قلبه لسانه دخل الجنة تراز قوبي قال لا إله إلا الله أزماني تبيجت لا إله إلا الله بس دليتنا القلبت دليت تبيجت نخير دليت تبيجت نخير من شو لك برجون ديامن القل لا إله إلا الله ناقون جد وان نت مصلحته مديا هذا مصيبته ادفيت صدق القل هبت أو صدقة قال الجرينجا خالق دي الإخلاص وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين قال الجرينجا خالا دمائك المحبة ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله باوردار أيد بيجن لا إله إلا الله صادقا راستي حاج خودي طالتكن درجة حاجي كرنوان أوستك قلق برزو بلندا ثلاثة من كنا فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه ما سواهما أن يحب المرء لا يحب إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار قلق ضرورية أفشرت وشرطة دف مهابت دا لا إله إلا الله درستاهي ام کار ببکین و خلاصه خروج قیمتی ورگیرین دمای دی بشین یا ربی حاجی کرنا و بوتا بو دینتا و پیغمبرتا بو پی ولا اله الا الله البلنترین ازدابت دا خلاصه خروج قیمتی ورگیرین امین امین والحمد لله رب العالمين.